السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لدفوع فوا النهاردة النهاردة عشر ثلاثة طيب أول حاجة الحفظ هنحفظ verb إتر تاني لأن الحفظ ما كانش كويس خالص verb إتر je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont طيب هنحفظ كمان verb avoir اللي هو يملك أو عنده جي تويا إلى

هنحفظ من اول الجمله اللي هي بتاعت انا ارتدي جومي وبعدين بعد كده نحفظ الجزء بتاع اللي في تمو الملابس ان بانتالون ان بانتالون ان تيشيرت ان تي ان بول ان بول ان شابو. شابو ان شابو ان شوميز ان شوميز ان جيب ان جيب انفست انفست ده كده جزء الحفظ طب بالنسبه لجزء الاكسرسيز اللي هنحله ونبعته ان شاء الله عندي الجمل دي هنا مكتوبه في البوكليت جاهزه انا عايزاكم تعملوا لها اناليز هنعمل أنا تحليل سوجي فيرب كومبليمو اول جمله هنا جو في الي كل هحلل كده سوجي فيرب كومبليمو يل فا استاذ فوزا لي لاغار الاربع جمل دول ممكن ناخدهم سكرين او ممكن نحلهم في جويت في صفحه 8 كده انتهى الدفوار يا حبايبي اقول لكم يغلبكم اي